فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تقدم لخطبة أختي رجل لا يصلي ويرتكب المعاصي ظاهرة، فوافق والدي مقدما وقد عارضه بعض إخواني للسبب المذكور، يقول: فبماذا تنصحوننا وفقكم الله؟ أن تمنعوا والدكم من تزويجه ولو أدى هذا إلى رفعه إلى المحكمة، ما دام لا يصلي هذا ليس بمسلم، فإذا لم يمتثل ارفعوا به إلى المحكمة والقاضي ينزع الولاية منه إلى غيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.